لأن أسمع منك حقيقة قبل شوية كويس إنه تكلمت عن إنه القبائل السودانية وما أجملها، وما أجمل إنك اتناولت بعض المواضيع بلهجات مختلفة. تكلمت شوية عن بورسودان، لغة أهلنا في بورسودان، وشوية من دارفور، أدينا حاجة كده من يعني قبائلنا. ديك قصيدة حلمنتيشية كده لها أيوة علاقة بالحاجات. أيوة كان أنا في بدايات أيامنا في أهلاوي عملت شغل بالشامي، بالشامي كمان أيوة، كويس. تخيلت واحد شامي عملت شغل برضو بالأدروب. أيوة سكر سكاكر يا أصل. أيوة أيوة قلب المشاتر انقتل، شوف الإيون صمها المغل ما تآين سانتا آمن تقتنع، يعني شغل زي ده ستايل في العالم. أيوة فالشامي ده اول مره يجي السودان. الفيديو بتاعه عجيب طبعا. الله يديك العافيه يا استاذه في البرنامج بتاع حد الله في الاخر طبعا. الله يديك. بيتغزل في حاجه ثانيه خالص كان. فالشامي ده قام قال جيت هنا السودان لقاني خوش رجال كريم 100%، ساقني معاه البيت في الاكل، جاب عفشه في الصحن كم مزران يمكن قريب 100، قلت له شو هذا؟ قال لي كمونيه. مشينا السوق بهناك جاب لي قش بني، قش خطير فتاك، حطيته في فمي راسي عمل كونتاك، كراية يترجفوا بس اتقوا السير باك، قلت له شو هذا؟ قال لي ده التنباك، لو قلت في الموقف عاوز تخش بص والله حجية، دي مصارعة حرة ومعاها كارتية، الزحمة طول الخط، عاوز أسدني خري قفلت إذنية. ومشينا بيت حفلة والدنيا ضحوية، قعمسنا في الصيوان جابوا لنا هيك فنان غنى لنا غنية، يا أخي أو لو بتحبني يا أخي أو، قلت له شو هذا؟ عمال يخوفنا؟ قال لي لا ما تخاف غنية جعلية. وأنا زرت في السودان من كسل ليبارا مروي الهلالية، وعرفت منه كتير الناس تعيش بالناس، العامل الزارع والعنده ماهية، يتكاتفوا يتعاطفوا بكل عفوية، الجار يعرف الجار يقسم له من خبزه بكل أريحية، لو كانت الدنيا في العشرة والقوة عمال تصير زي هون راح تبقى جد سكر دنيا مثالية. وأنا عندي أهل كتير في الشارقة والبحرين سوريا السعودية، لكني مش رايح، الناس هنا طيبين، أنا عاوز أسكن هون ومبدر أدمية. يا سلام.